ورسالة إلى البرهان. أما البرهان فهو لا يقل يعني إثما عن هذا المتمرد، لكونه قد غض الطرف وأغمض أو صم أذنيه عن التجهيز لهذه الحرب، وإلا فقد كان بإمكانه أن يمنع كثيرا من المفاسد قبل وقوعها. والآن أقول كل يوم يطول فيه أمد هذه الحرب، فالله جل جلاله سائله ومحاسبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان الراعي سيسأل عن البغلة التي عثرت، فما بالك بالدماء التي نزفت والأموال التي انتهبت والمصالح التي عطلت. ولأول مرة الشهادة الثانوية السودانية لا يعقد امتحانها، والجامعات التي خربت والمعامل يعني حقيقة فساد ما لو طفقنا نتحدث عنه لما يعني وسعتنا الساعات الطوال. فهذا كله ستسأل عنه. الآن يجب عليك أن تبذل الجهد مضاعفا من أجل أن تقضي على هذه الفئة المتمردة، ومن أجل أن تأخذ على أيدي هؤلاء العابثين، ومن أجل أيضا أن يحاسب أولئك الذين حرضوا على هذه الحرب، ومن أجل أن تعيد للناس أمنهم وأمانهم، وإلا فحسابك عند الله عسير.